صباح الخير، معكم ربع نبتاوي، مواطنة فلسطينية مقيمة في القدس. يلا نتعرف على مجريات يوم من حياتي. اشتغلت لسنوات طويلة في الإعلام البيئي، كنت محررة ومراسلة بيئية. ولمعلومات أكثر عني، أنا سيدة ثلاثينية، زوجة وأم لأربعة أطفال. كأي أم بحضر أولادي الصبح للمدرسة، بعديها بيكون عندي ساعة القهوة أو ساعة الاستراحة اللي بقعد فيها بشرب فنجان القهوة بتشاركني سلمى، وطبعاً ما بنسى طائر الأناناس اللي هو جزء برضه من العيلة. ونتيجة لعملي البيئي استفدت كتير من المعرفة والتجارب الموجودة في المواد البيئية اللي كنت أشتغل عليها وأحررها. لذلك استفدت من الحديقة الخلفية عندنا في البيت بإني عملت قن دجاج، أول إشي لاستغلال المخلفات العضوية الناتجة من منزلي بإطعام الدجاج، وأيضا استفادة من زبل الدجاج في تسميد نباتات الحديقة ومزروعاتها، وأيضا في ما تبقى من مخلفات الطعام بقوم بتدويرها من خلال الكومبوست وبحولها مع الوقت لسماد عضوي. وطبعا ما بنسى قطط الشوارع اللي بتكون موجودة عندنا في الحديقة وبتبحث عن غذائها. بنتي سلمى جزء من حياتها اليومية أيضا إني أخذها على الحديقة والبستان وتشوف الطيور وتشوف القطط وتشوف النباتات وتشم الهواء النقي. طموحي إنه سلمى تكبر في جو بيئي طبيعي محاطة بالخضرة والتنوع الحيوي عشان تدرك أهمية البيئة ويكون لها دور في العدالة المناخية، وإنها تحاول إنها توعي شعبها في أهمية الحفاظ على البيئة ومقاومة تغير المناخ. اشتغلت لمدة 12 سنة في مجلة أفاق البيئة والتنمية الفلسطينية، المنبر الإعلامي المتخصص في البيئة واللي له دور كبير في التوعية. وأنا حالياً مستشارة إعلامية ومراسلة حرة للمجلة، وكل يوم لازم أطلع على المجلة أشوف شو في أخبار بيئية لتعطيني أفكار لمواضيع ممكن أكتبها، وأيضاً للإطلاع على القضايا البيئية. عملي في الإعلام البيئي ساعدني أيضاً في عملي الآخر وهو التدريب الإعلامي في المدارس واللي بشتغل فيه سنوات، وبعلم فيه طلابنا مهارات صحفية بالإضافة إلى التصوير. دائماً ما أقحم قضايا البيئة في التقارير والقصص الصحفية، ودائماً بعتقد أنه أنا إلي دور أني أوعي طلابي في القضايا البيئية حتى يصيروا مواطنين أكثر إيجابية تجاه بيئتهم وأكثر فهماً للقضايا البيئية. أنا أؤمن أنه الإعلام له دور كبير في التوعية البيئية كسلطة رابعة، وأنا شايفة أنه حتى لو كان اهتمام الناس منخفض في البيئة فهذا حافز قوي إلنا كإعلام أنه نكثف شغلنا ونحاول ننسن القضايا البيئية عشان نقربها من الناس أكتر وتمس اهتمامات الناس وشؤونهم الحياتية. وخلال اليوم بتابع شؤون أولادي من وقت ما برجعوا من المدرسة لحد ما يناموا، وكيف ببلش يومي مع الطبيعة بختمه مع الطبيعة من خلال إني أوقف في البلكونة وأستنشق النسمات الباردة وأتأمل سكون الليل المغلف بالطبيعة الخضراء. وهذا هو كان يوم من حياتي، بتأمل إنكم تكونوا استفدتوا.